نعم. لا أهم شيء شوف الرسالة تكون بعد كيس بصل ولا شيء اقراها لنا به. اطمئن وتفضل خلينا نشوف. اطلع ان شاء الله بنشوف الرومانسية. اثنين اطلعوا اطلعوا يلا وجهزوا الهدايا ما شاء الله. نتعرف على الاخوان. يا مرحبا حياك الله. يا هلا والله حياك الله. نبغى نتعرف على اسم الكريم. الاسم الكريم فواز العنزي من الكويت. فواز العنزي عاد الكويت ما يحتاج. مقطعين الرومانسيتك صح ولا لا؟ يعني هذا مو محسوب عليكم هالأبهى. خلنا نسمع فواز العنزي ايش كتب لزوجته وخلنا نشوف الرد. الكتابة وشي شي. إيه طبعا فواز كتب طبعا جزاه الله خير مسميها في الجوال حبيبتي وأم عيالي. وكتب لها كلمة ايش كتبت؟ أحبك. يا سلام كتب أحبك. ايش الرد اللي جاء من زوجته أخونا فواز العنزي؟ نبي نشوف الرد. قالت ايش كتبت؟ قالت وأنا أحبك جنوم يا قلبي. يا سلام. طيب ما في تحية عندكم ولا ما يجوز تصفيق يا جماعة؟ تحية. شوف شلون كتب وأنا أحبك جنون يا قلبي. والله تستاهل هدية هذه. لا إن شاء الله خلك على جنب تعال. هذا يمثل أهل أبها إن شاء الله. الاسم الكريم عبد الله الأحمري. خميس مشيط. خميس مشيط أيضا مو محسوب على أبها. نبغى واحد من أهل أبها. طبعا كلها سوا يعني ولا لا؟ لا مو كلها سوا. نبغى واحد من أهل أبها ما يمشي. أنت لا تتصل على زوجتك تقولها اتصلي صدناك. أنت ها من اتصلت على من؟ على واحد أكيد. عجيب. طيب تعال تعال نبي فيك. حياك الله. خلينا نشوف. يقول زوجتي بدويه لا تعرف تقرا ولا تكتب لكن نبغى عن اذنك حبيبنا نبي نشوف هذا العم الكريم اللي جانا ونشوف ما شاء الله علينا. والله بدت الجوالات ترن ما شاء الله. السلام عليكم. سلام يلا حيهم. يا مرحبا. كيف انت؟ طيب اول شيء طالع الكاميرا علشان تشوفكم العيال ونبغى تعرف باسمك. اسمي حمود عتيق محمد الشهراني. ونعم والله. نعم رمضان السليم. ونعم ونعم. الآن ما أرسلت للمعزبة رسالة حلوة؟ والله أنا برضه ما أعرف أكتب لكن كتب لي الولد ذاك ويقول ما يعرف. وحتى لو جات هالرسالة ما هي برادة ما هي بعارف تنتقرأ ولا شيء. أفاد العلم. طيب تخيل لكن لو أني جيتها بقول أنت أرسلنا لك رسالة بغينا رب تردين علينا رب حصلنا على جائزة. لكن ما تستاهل أم العيال. طيب تخيل أم العيال الآن عندك شو تقول لها؟ دخلت عليها في البيت نبغى أفضل كلمة لزوجتك شو تقول لها؟ أما بالنسبة لزوجي أنا لزوجتي فأنا يعني مسالم معها. تحبها؟ أحبها حب جميل وهي هون 75%. طيب تحية يستاهل عمنا. لا لا إن شاء الله. طيب أجل ودك تعرس عليها ولا لا؟ لا بتحملها لأنها أم عيالي وقدني أنا كبير في السن. يمكنها موجودة في مخيمة النساء. لا ما هي موجودة. لا لا ما هي موجودة. الله يحفظك تستاهل يا العم الكريم هذه الهدية الحلوة. تستاهل كل خير إن شاء الله. مع السلامة. حياك الله. بنشوف الآن حبيبنا عبد الله الشهراني. عبد الله الأحمري من الخميس مشيط أرسل رسالة لزوجته أرسل لها أحبك. خلينا نشوف ايش كتبت بالضبط. اللي كتبت انا؟ ايه انا كتبت احبك. طيب ايش الرد اللي جاء من زوجتك؟ الرد انا نبي نشوف الرد. لا تعطينا رساله قديمه. ايه انتبه. نشوف التاريخ. احدث رساله وصلت. ايش قالت؟ بحق انت اغلى انسان في حياتي. يا سلام. تحيه يا جماعه. تقول بحق انت اغلى انسان في حياتي. والله يستاهل. شفت يعني يا فواز العنزي انت من الكويت ترى عندنا رومانسيه في السعوديه لا تظنون بس انتم من الكويت. اي نعم. طيب نبغى رسائل من الابهى. احنا شفنا عسير وشفنا بس يا جماعه شفنا خميس مشيط وشفنا الكويت وبس. تفضل يا حبيبنا تستاهل. تفضل يا شيخ. نبغى هاي يا جماعه نبغى واحد ارسل الى امه ارسل الى اخته ارسل الى والده. تعالوا يلا هنا تفضلوا تفضلوا. يلا الهدايا ترى الهدايا طيبه مره. تفضل الشيخ تستاهل كل خير. تفضل يلا الله يحفظكم ان شاء الله. تفضل نبغى نشوف ونبغى. والله هذا شايب ما شاء الله عمره والله ما شاء الله الشيبان اطلعوا عندهم رومانسيه افضل من الشباب. شو السالفه الشباب يستحون ولا
ولا نساءهم ما يماش. يلا حيهم، كيف حالكم؟ يا مرحبا يا مرحبا، الشباب انتم شباب، انتم شيبان، خلاص يلا حيهم. اول شيء عرف اسمك. علي حسن محمد. من وين انت؟ من ابها. من ابها، خلينا نشوف هل ابها. ولا اسمك كريم؟ جابر مريع عسيري. ما شاء الله. ولا اسمك كريم؟ علي حسن الاسمري محاي العسيري. يا سلام، عندنا الان في جميع ربع بلادنا، واهلا بعمنا واهلا بالطيب، حياكم الله. السلام عليكم. وعليك السلام. مرحبا. يا مرحبا، ما شاء الله، الله تحفظ يا رب. كيف حالك؟ اهلا بعمنا. انا ما جيت الا ابغى اسلم عليك لاني اتابع محاضراتك واعرفك. الله يحفظك. التلفزيون. الله يبارك فيك. وحن وعيالنا مرتاحين، وبس انا احب الفن. احبك الله. طيب نبغى محاضراتك اشوفها بالتلفزيون. الله يطول عمرك. نبغى وصيه توصي العيال. انت يا عم انسان مريت بتجربه، طالع الكاميرا طالع عمرك. تقول لي يا عم يمكن يا عمرك انا ابني 50 وانت 75. لا الله يحفظك. كم تكون عمري؟ لا انا ابد يا كم قد ما عليك من هذه. ما عليك. انت عمرك يعني فوق 20 سنه. لا لا. ها. لا لا لا. ها. كم؟ والله ان شاء الله 60 ان شاء الله. حوله. ما شاء الله. وانت 70. والله ما جيت محبه الذلحين. الله يطول عمرك. يعني دام محاضرات كثير. الله يرضى عليك. يا الله موفق. نعطيك هديه لما بس ما جيت. لا 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 لازم. والله ما جيت ابغى اسلم عليك. لا بم العيال تونسها الليله يا طويل العمر. تكفى. ونسين ومرتاحين. لا انا ابغى هديه ومع عيال. ما جيت ابغى اسلم عليك. لا تفضل هالهديه. لا لازم لازم. والله ما جيت ابغى اسلم. لا لا ضروري هذا، يمكن خلاطه عصير تضبط لك عصير برتقال ان شاء الله. ما جيت ابغى اسلم عليك. الله يطول عمرك. شكرا. نبي نشوف. حياك الله. الاسم الكريم. محسن عدوي. بيش جيزان. ما شاء الله. الان عندنا من جيزان ومحاي العسير وابها والعلوم الطيبه. ايش كتبت في الجوال؟ كلمه احبك. كتبت في الجوال اشتك احبك. ها ايش كتبت؟ احبك. طيب وايش الرد اللي جاء؟ والله انا عندي ثلاث زوجات. ما شاء الله. انت خلك على جنب. انت ثلاث زوجات عندك على جنب. انت بلك جلسه خاصه. انت نبي نشوف. خلك على جنب لحظه. وبعدين هل الرجال عادل يا جماعه؟ هل ارسل لزوجاته الثلاثه صح ولا لا؟ او هل ارسل للصغيره وترك الكبار؟ نبي نسال صح ولا لا؟ العدل مطلوب. حياك الله تفضل. اول شيء كلمه احبك ارسلتها لزوجاتك الثلاثه ولا بس الاولى؟ لا للثلاث. الثلاثه ماشي. طيب كلهم ردوا عليك ولا في ناس ما ردوا؟ والله اثنتين ردوا، واحدة الظاهر جوالها ما هو معها في السجن. اجل اللي ما ردت هي تستاهل الهديه، ايش رايكم؟ طيب خلينا نشوف رد زوجاتك. نعم. الاولى ولا الثانيه الان؟ طبعا في واحده. قولوا ما شاء الله يا جماعه، لا تعيون الرجال بس ينام في المسجد اليوم، احنا ناقصين ترى. طبعا في واحده طبع التنكيت والضحك. جميل. قالت لي كملت رصيدك. كملت رصيدك. اخليت رصيدك، يعني تكلفت نفسك كثير يعني. جزاك الله خير. هذه ما خل الجوال، خل ناخذ هذا الجهاز. يعني هذه الزوجه الظاهر انها زعلانه عليه، تقول كلفت نفسك يعني. نعم. الله يعينك. هذا شكلها الاولى دي. لا هذه الثانيه. الثانيه خربت عليها. الاولى في المخيم. ايه الاولى. والثالثه. والثالثه. اي نعم. قالت قليل ان قلت احبك، قليل ان قلت اغليك، انت حياتي كلها. يا سلام يا جماعه. يا سلام والله. يا سلام عليك. على ذكر يا شيخ، ولدي معي هنا ارسل لي رساله قال لي موفق، اكيد بترسل لك عمتي فلانه. يا سلام عليك. لا يستاهلون والله. ما شاء الله، الله يحفظكم ويسعدك. خلك على جنب ونبنعطيك هديه. تفضل انت. وانت انت معدد ولا وحده؟ وحده. وناوي تعدد؟ لا ما حين. جميل. انتبه لا تجلس مع ابو محمد انت. لا انا ارسلت احبك، جتني انا اكثر يا كل العالم. يا سلام. انا اكثر يا كل العالم. تحيه والله تستاهل كل خير. ونبي نشوف الطيب الحبيب ايش ارسل. تفضل. ارسل. انت طبعا معدد ولا وحده؟ لا وحده. وحده. والله انت قربت. لا انت بطل العالم انت. عضلات. ايش كتبت؟ كتبتها احبك. شفت لابس النظارات العلوم متعبه. أيوة. انا اموت فيك. انا اموت فيك. يا سلام. والله ما شاء الله يا جماعه، هالشيبان الرومانسيه يعني مضبوطه عندهم. مسميها الغاليه. يا سلام. ومسميها الغاليه. الله يغلي ايامك يا طويل العمر. يا سلام. لا ما يحتاج، مصدقينك ما شاء الله. تستاهلون اليوم ان شاء الله. اليوم ليلتكم راح تكون حلوه مع الهدايا الحلوه ان شاء الله. نبي نعطيك لمبه حمراء ان شاء الله. الظهر ذي. هذا الضوء الاحمر ان شاء الله تستاهل انت. تفضل طال عمرك. تستاهل كل خير. نبي نشوف الطيب. تفضل اول شيء. تفضل. ايش كتبت انت؟ احبك.
يا سلام. شوف كلمة أحبك كيف سوت أثر في البيت. ايش ردت زوجتك؟ مسميها أولا هلا وغلا. يا سلام. وردت اشتقنا لأعز الناس، الله لا يحرمني منك. يا سلام يا سلام والله يا جماعة، يعني أشياء لطيفة وجميلة وتستاهل كل خير. يا طويل العمر هذه هدية لك، تستاهل كل خير، وهذه هدية أيضا. أنت نعطيك 4 هدايا لزوجاتك كلهم تستاهلون، تفضل يا طويل العمر. وهذه هدية للزوجة الأولى، وهذه هدية للزوجة الثانية ما شاء الله عليه، وهذه هدية للزوجة الثالثة تبارك الرحمن، وهذه هدية إذا بغيت تتزوج رابعة إن شاء الله. خلها على جنب. الله, الله يحفظك إن شاء الله. بدر عاد زوجتك إن كانت تشوفنا الحين توهقنا. لا إذن أيها الأحباب والأكارم، يعني قبل نهاية هذا اللقاء حتى